اهلا وسهلا فيكم من جديد ومنصبح عليكم من جديد. هلا بننتقل لموضوع بدنا نحكي اليوم عن برنامج شباب للعمل اللي اهل مجموعه من الشباب وقام بتخريجهم قبل فتره واعطاهم كمان دورات وتدريبات لحتى ياهلهم للدخول بسوق العمل. رح يكون معنا اليوم خريجين من برنامج شباب للعمل. نرحب بحمزه ابو فضه، اهلا وسهلا فيك. كمان نرحب بمايتي جابر، انت كمان مايتي متخرجه من برنامج شباب للعمل. وايضا نرحب بالسيد تامر زعمت، مسؤول عمل بمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية. أهلا وسهلا فيكم. قبل ما نبلش حوارنا بدنا نشوف تقرير عن برنامج شباب للعمل الهادف لتدريب الشباب الأردني واللي توج جهوده السنوية من خلال تخريج أفواج من الملتحقين ببرامجه التعليمية المتنوعة. برنامج شباب للعمل بتضمن العديد من دورات اللغة الإنجليزية، الحاسوب، التدريب الفني والتدريب على مهارات النجاح بالعمل. خلينا نعرف أكثر من خلال تقرير زميلتنا رائدة حمراء ومنرجع للحوار مع ضيوفنا. تخريج 76 شاب، ألف مبروك التخرج. حدائق الحسين في عمان شهدت احتفال أكثر من 400 شاب وشابة من منطقتي خربة السوق والنزهة. هؤلاء الشباب احتفلوا بنجاحهم وتخرجهم بعد أن أنهوا دورات برنامج شباب للعمل. صراحة شعور يعني إنه كتير كان حلو، لأنه أنا يعني لهذا المكان لحتى وصلت، هو يعني أنا كتير تعبت لحتى إنه وصلت لهون، لأنه ما في حدا هون بيوصل بسهولة. بفتخر في الزي اللي أنا لابسه، وليس عيب ولا حرام، الشغل مش عيب. بنصح كل شاب مع مهنة ومش لاقي شغل إنه يلبس هالزي، وبكرة ربنا بفرجها. أنا واحد من الشباب اللي لبست الزي لسنتين وما زلت ألبسه عشان أحقق طموح أكبر، وما في إشي عيب ولا في إشي حرام. وصرت أشتغل ثلاث شغلات. الشغلة الأولى بشتغل خياط، وإلي فروش بسطات، يعني ببيع على بسطات على الشارع، حط عليهم شاب ببيع عليهم. وبالليل بشتغل بمخبز، بعطي خبز، يعني ببيع الزبائن، بعطي خبز بوزن وبعطيهم خبز. واستفدت كثير، وبنصح كل الشباب انهم يصيروا زي هيك. يعني وانا يعني في البداية ما كنت يعني هيك، كنت عاطل عن العمل، بس بعد الدورة حطيت براسي هدف وبدي احققه. برنامج شباب للعمل الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حقق نجاحات كبيرة في تأهيل الشباب الأردني لدخول سوق العمل، حيث استطاع أن يوفر لأكثر من 500 شاب وشابة فرص عمل مناسبة لتدريبهم. طبعا الشباب هدول، المشروع هذا يتطرق للشباب اللي هم ما نجحوا بالتوجيهي، يعني معظم المشاريع بالأردن بتحسيها أنها بتتطرق للشباب اللي هم خريجي جامعات، بس نحن الشباب هدول والشابات هم اللي ما نجحوا بالتوجيهي، فقمنا بتأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل. أعطيناهم دورات مختلفة، دورات نجاح بالعمل، دورات الاي تي، دورات تهيئة ليدخلوا سوق العمل. وهلأ حوالي 70% من الشباب بسوق العمل، ويعني مبسوطين كتير، وإجوا يعني شاركناهم فرحتهم، إجوا أهاليهم وطبعاً انبسطوا فيهم. إحنا اليوم فخورين كتير بشبابنا، وهاي تكملة لسلسلة الجهود اللي إحنا بنقدمها لشبابنا الأردني. اليوم قدرنا نحطهم على أول الطريق. برنامج شباب للعمل بيقدم لهم حقيبة تدريبية بتساعدهم يلاقوا فرص عمل أنسب. اللي بنعمله بنوسع آفاقهم، بنشتغل معهم على التمكين الوظيفي والجاهزية الوظيفية، بنحاول إنه نقدم لهم مهارات حياة، بنحاول نقدم لهم معلومات عن سوق العمل، نعطيهم مهارات داعمة باللغة الإنجليزية والآي تي. القائمون على أعمال برنامج شباب للعمل أكدوا أهمية التركيز على فئة الشباب من خلال توفير كل السبل لضمان مسيرة عملهم في كافة الأصعد. مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية نظمت هذا الحفل بالتعاون مع شركائها جمعية الأسر التنموية الخيرية وجمعية سيدات خربة السوق الخيرية واللجنة الوطنية لتأهيل الأسرة. رائدة حمراء لبرنامج دنيا يا دنيا، عمان. إذن بعد ما شفنا هذا التقرير عن برنامج شباب للعمل بنرجع مع ضيوفنا اللي هم تخرجوا معنا، طالبين تخرجوا من برنامج شباب للعمل وايضا مسؤول العمليات. اهلا وسهلا فيكم من جديد. نبلش معك استاذ تامر، يعني انتم هذا الحفل اللي شفناه او هاي الفعاليه هي تم تخريج 433 طالب من هذه التدريبات اللي خضعوا لها. احكي لنا اكثر عن الفعاليه، واحكي لنا بالتحديد يعني شو هي التدريبات اللي اخذوها الطلاب في البدايه.
البداية زي ما ذكرنا أو زي ما ذكر التقرير أنه برنامج شباب للعمل هو منفذ في منطقتين عمان وإربد من خلال مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية، هي مؤسسة أردنية غير ربحية تأسست سنة 2006. وكمان برنامج شباب للعمل هو ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، منفذ من خلال المنظمة الدولية للشباب بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية. بهدف برنامج شباب للعمل الأردن على تدريب الشباب الأردنيين العاطلين عن العمل ما بين العمر 15 سنة ل 24 سنة، بين عمر 15 ل 17 سنة احنا بنشتغل مع الفئة المتسربة من المدارس، بنحاول نرجعهم للمدرسة حتى يكملوا تعليمهم الثانوية العامة ثم يلتحقوا بالقطاع الوظيفي، والمرحلة الثانية هي مرحلة 17 او 18 ل 24 هي مرحلة العاطلين عن العمل، بيقطعوا لعدة من التدريبات اللي هي بتبلش في مهارات النجاح في العمل، تعنى مهارات النجاح في العمل في طريقة كتابة السيرة الذاتية، طريقة عقد المقابلات، طريقة التواصل، طريقة التفكير الإيجابي حتى الشخص يقدر يفكر بمستقبله بطريقة أفضل. بعدين ندخل في مجال الإرشاد الوظيفي، الإرشاد الوظيفي بيعنى أكثر بتفاصيل الوظيفة اللي رايح إلها الشاب وحقوقها وواجباتها وكل التفاصيل اللي تعنى فيها هاي الوظيفة. بعدين ندخل في دورة الاي تي اللي هي الاي سي دي ال عن طريق أكاديمية طلال أبو غزالة حتى نساعد على محو أمية الحاسوب، ومن ثم دورة اللغة الإنجليزية عن طريق المعهد البريطاني البريتش كونسل، ومن ثم التدريب التقني المتخصص. في التدريب التقني المتخصص بنعنى أكثر في الحرفة أو المهنة اللي بيحبها الشاب، لانه احنا بنآمن انه اذا الشاب حابب او الشاب لما نحكي شاب عم نقصد فتاة او شاب وبنت، مزبوط، اذا الشاب بحب المهنه اللي هو عم بيشتغل فيها فممكن يبدع فيها. فالتدريب التقني هو بيكون متنوع، عندنا من الخياطه للتجميل لصيانه الكمبيوترات، صيانه الخلويات، اي مهنه او حرفه بتطلبها سوق العمل وعليها طلب حتى طلابنا بعد ما يتخرجوا دايركتلي يتوظفوا مع القطاع الخاص. قد ايه مده التدريب كانت فيه؟ مده التدريبات كامله ما بتتجاوز الثلاثه لست اشهر، من ثلاثه لست اشهر ماكسيموم. مزبوط. طيب حمزه كيف حالك؟ تمام. انا بدي ابارك لك انك انت تخرجت من برنامج شباب للعمل. بس احكي لي حمزة، انت قبل ما تخضع لهذا البرنامج ايش كان وضعك؟ انت ايش مخلص؟ شو أنا دارس؟ انا دخلت التوجيهي بس انه ما حلفنا الحظ في التكميل لانه المادة غلبت كل شيء في وقتنا الحالي يعني. فاضطريت يعني اطلع من التوجيهي لنساعد اهلي في البيت يعني. فاشتغلت يعني وضليت يعني استمرت في الشغل تبعي لما تعرفت سمعت عن مؤسسة تعليم لأجل التوظيف. فجينا عندهم هناك وخضعت لهم كطالب يعني. فأخذت تقريبا ثلاث دورات معاهم، دورة الإنجليزي من البريتش كونسل والآي سي دي أن طلال أبو غزالة ومهارة النجاح في مكان العمل. فدورة مهارة النجاح في مكان العمل هي أهلتني لشغلات أنا ما كنتش أفكر فيها لقدام. وأنا كمان شغلة تانية، يمكن من صغري كنت حاب أن أتعلم اللغة الإنجليزية خاصة في البريتش كونسل قد ما سمعت عنه يعني. والحمد لله يعني أخذت الدورتين هذول يعني طلعت فيهم بتفوق صراحة يعني. في وقت الدورة كمان كنت أشتغل مع مدرب إلي في كان يعطيني مهارات النجاح في مكان العمل، كنت أشتغل معه طبعا بعد الدورة شغل تاني. فكنا نعمل الاستبيان لشركة خاصة في الأردن هون، فكنت أطلع تقريبا الساعة 8 الصبح وأروح 10 بالليل 11 بالليل. كان معي تقريبا كم باليوم 100 استبيان لمدة 10 أيام، فالمية هذول لازم يخلصوا في اليوم. هو بحكي لي عادي خلصوا ما خلصوا بتقدر تكمل تيام، بس قلت لا أنا بخلصوا نفس اليوم. فكنت كل يوم تقريبا يعني اخلصهم، كان دينا ايام شتاء يعني. فكنت اشد حالي شوي لما اخلص ال 100 استبيان مثلا. فقعدنا تقريبا لمده 10 ايام يعني وخلص الشغل. بس كنت انا مبسوط كثير يعني معاهم. ما شاء الله عليك. طب حمزه ايش هلا شعورك انك انت هلا انضميت لسوق العمل عم تشتغل؟ اختلف يعني بما انه اخذت هاي التدريبات بمجال الانجليزي والحاسوب وغيرها، شو اضافت لك؟ ايش هلا عم بتحس الفرق اذا بدنا نقارنك بين قبل وبعد؟ انا والله هلا حاليا يعني بتعايش مع اي شخصيه مثلا موجوده، مثلا يعني خلينا نحكي مع مثلا السياح بيجونا، مثلا انا هلا بداوم بمطعم اوكي، بيجونا السياح ممكن يعني اخذ واعطي معه بالحكي بالكلام بالشيء زي هيك، ممكن ما افهمش عليه كثير بس انه اكون فاهم ايش بده، او ممكن اوصل له صوره من ناحيتي انا باللغه الانجليزيه مثلا. حتى تعاملي مع الناس تغير، تعامل مع الناس تغير يعني. حلو. وجهه نظر بعيده يعني. فحتى كمان في مكان شغلي يعني صرت اتعامل مع زملائي بطريقه طريقة مختلفة. طريقة بتختلف. صرت أفهم شو بده من دون ما يحكي لي.
اوكي ادي واجبي على اتم وجه يعني. مش زي زمان انه خلص والله بدي اجي اخلص شغلي واخذ مثلا راتب اخر شهر واروح اروح. لا انا هلا بستمتع عندي في عندك هلا طموح بتحس في عندك هدف بدك تحققه يعني لك. انا في عندي هدف اوكي يعني. طيب هلا مايتي كمان انا بدي ابارك لك كمان بدي تحكي لي يعني ايش انت ايش مخلصه وبدي تقولي لي ايش هاي التدريبات افادت يعني ايش اضافت لك شو الفائده اللي حصلتي عليها. هلا انا مخلصه كنت توجيهي بس ما حلف من الحظ فيه يعني حملت مواد فاشتركت بهاي الدورات. أنا تابعة لجمعية تدريب وتأهيل المرأة الأردنية. اشتركت هناك وبصراحة كان الموضوع جدا ممتع بالنسبة لي لأنه أنا تعرفت أو تعلمت شغلات يعني فادتني بالحياة لقدام. منها الدورات مهارات النجاح في العمل وأخذت دورة الآي تي. فهدول الدورات ساعدتني بصراحة يعني لقدام ومكنتني أني أدخل لسوق العمل. وفي نفس الوقت بصراحة أنا استفدت كتير منها فكان بصراحة كتير إشي فادني لإلي. وهلأ إيش عم تعملي أنتي؟ أنا هلأ حالياً بشتغل بشركة وفي نفس الوقت بدي أرجع عيد توجيهي مرة تانية لأنه الواحد لما بيوقع وقعة فشل مش لازم يضل واقع يعني صح. لازم يقوم أكيد. يثبت لحاله إن كلنا بنوقع طبعا بس الشاطر اللي بده يقوم اكيد الفشل مش نهاية الحياة صح. طب حسيتي انه مثلا يعني بحب اسمع من حمزة ومايتي انه حسيتوا انه هاي التدريبات زادت ثقتكم بنفسكم لما فتوا على سوق العمل بهذا المجال حسيتوا انه زادت الثقة بنفسكم زاد طموحكم زادت اهدافكم؟ طبعا اكيد بالاخص انا بدي اخص الشغلة انه هم في هاي الدورة كمان راعوا قدراتنا يعني مثلا نموا مواهبنا يعني مثلا بقول عني انه انا كانت عندي يعني كنت بتمنى انه اقدم حفل او اكون في هذا الموضع لانها تجربه بصراحه كثير رائعه فهم اختاروني ويعني كثير بشكرهم على هذا الموضوع فقدمت الحفل يعني بدي اقول لك قد ايه كان ممتع جدا لما بتقدمي شيء في نفس الوقت بتشعري بثقه نفسك عم تحس حالك انك عم بتقدمي شيء للمجتمع.